أوسيك هو ممكن الأرجح هو الفائز. الرجال ما عنده رينج آي كيو أحسن من جوشوا. ممكن صح جوشوا يعني قاعد يتمرن تمارين أحسن ووزنه زاد عن أول، لكن أوسيك عنده رينج آي كيو والسمن أحسن من جوشوا. أتمنى أنتوني جوشوا يفوز لأنه فارق الطول له، وبإذن الله هو اللي حققه بإذن الله. أنا فتاة من لندن، لذلك أنا هنا لتشجيع أنتوني جوشوا لحسم اللقب بنسبة 100%. الفوز لجوشوا. أنا أحس أنتوني جوشوا راح يفوز ذي المرة، أنا متأكد أنه هو راح يفوز ذي المرة، عشان المرة اللي فاتت هو خسر المباراة، خسر الفايت، بس ذي المرة هو راجع أقوى من أتوقع فوز جوشوا إن شاء الله. ليش؟ لأنه سجله حافل بالانتصارات، وحرام يخسر كان الجولة الماضية، وإن شاء الله راح يسترد الأحزمة. نتمنى له التوفيق، أنا جاي أشجعه.